واي برنامج صالح ما شاء الله بالطيارة. الله يوفقك إن شاء الله. شوفوا هو ما يحب يطلع ضيوفه بس اليوم عشان خاطري هريب حمدان منورة الكويت يا عمري ايش هالحلا. الله يبارك لك وكل عام وانتي بخير على السنة الجديدة ويحمي يحفظك يروح يا عيون يا عمري والله بديت روحك عمري صد شنو هضري معي بالمغربي كان نهضر معك بالمغربي كان موت عليك كان حبك بالزين يا حياتي يا عمري بارك بك ويوم فيديو انا الجميله منوره الكويت بتغني لك يا عمري الله يخليكي مقطع اول انشهرت بمقطع اللي تشي ماسكه الفرشه وتسوين شي وكبدي اللي ايه الله لا بغني يلا غني الاغنيه يا نسي ما الصباح سلم على باهي الخد نبهه من ما نام قل له إني على عهد الجميلة متيم حتى يوم القيامة الله يحفظك شوفوها جميلة جميلة مثل القمر والله ما أي واحد بالمية من جمال هالبنية ما شاء الله ممنوع تطلع الضيفة إلا لما ينعرض البرنامج بس أنا استثناء خلود استثناء أنت تدري ليش؟ لأن أنا كان المفروض أبتدي من زمان صدق والله أنا كيف ما ابتديت فإن شاء الله مع سناب دكتورة خلود ما رح نطلع أنا ما شاء الله وايد متابعين ما شاء الله الله يوفقك إن شاء الله من الأعلى اللبس والديكورات كنا صدق طياره خالد حميد بدعت والضيفه ما شاء الله عمري والله منوره حبيبتي على فكره وايد طيبه عادي دعوه يعني لا مو طيبه انا شو تتوقعين خلينا نشوف توقعها ولد ولا بنت ان شاء الله ولد اوكي ولد شلون عرفتي؟ ولد جرج زين اول شيء قولي صح ولا لا؟ لا ما يصير اقول صح ولا لا بس انا راح اقول لك ولد صدق؟ انت شنو تتوقع؟ اقول؟ اي انا قلت لك توقع يا رب شلون؟ والله انا ضعيف امام الله يوفقك حامل اقرب نساء العالم اصاله قالت لها جيسيكا امها اسمها جيسيكا صدق والله ترى من الصبح يقولوا لي شو اسمه مجبور ما يقول اسمها شنو ما تبي تقول تو قالت جيسيكا صدق الله حلو ما تبي تقول اسم امها جيسيكا و شوف فضح يلا يلا مسافره ويانا اليوم وايضا ما غيرك سنة
السلامة وصلنا إيطاليا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الشرف لي والله. الله يوفقكم. يا حطوا البنية بالصندوق الأسود. لا تخنقون البنية. أخت رد بيتهم بالسلامة عند أهلها. واي. يما من صالح حركاته. ريب. كان موت عليك. والله قسما بالله ان اليوم اول مره احد ايش اسمه يصور ممنوع تصور. تخيلوا جيت يومين زعلان. اي جيت هني كارول جيت هني عفستهم خربت كل المفاجاه اللي بالبرنامج. عرب مو من المغرب ها؟ من الاردن نشميه. نعم والله والله انا جبت اتكلم مغربي بس شلون تعلمتي مغربي سبحان الله؟ كويتي ما شاء الله عليك تتقنين اللهجات. اي واحده مصري ترى فجاه صارت تستحي. وهلا بالنشامه هلا بالنشامه. الله ليش ما جبتوا دبكه بالبرنامج؟ صدق انا اعرف من الضيفه صالح باكر في ضيفه انا ادري منو.